بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلاب، تذكرون أخذنا بالمحاضرة السابقة موضوع حالات التفريق القضائي، وذكرنا أن المشرع العراقي نظم تلك الحالات في المادة 40 والمادة 41 بالإضافة إلى المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية، وذكرنا أنه المادة 40 والمادة 41 كانا يتعلقا بإعطاء الحق لكلا أطراف عقد الزواج بطلب التفريق، يعني للزوج وللزوجة. زين، المادة 41 المادة 40 حددت لي 5 حالات يمكن معاها أنه لأطراف عقد الزواج أن يطلبوا التفريق. إذا تذكرون أخذنا التفريق للضرر، والتفريق بسبب الخيانة الزوجية، والتفريق بسبب زواج ناقص الأهلية خارج المحكمة، والتفريق بالنسبة للإكراه، مو صحيح؟ جيد. وبالنسبة لتعدد الزوجات على وجه غير مشروع قانونا، يعني بدون إذن المحكمة المختصة. وذكرنا أنه لابد أن تكون هذه الأضرار جسيمة مما يستحيل معها الاستمرار بمن؟ يستحيل معها استمرار الحياة الزوجية، يعني مو أكو بعض الأضرار ما ممكن تسمى أضرار جسيمة، وبالتالي لا تستطيع الزوجة أن تطلب التفريق على أساس تلك الأضرار. صار واضح؟ زين، المادة 41 طرقت لنا إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة التفريق للخلاف أو الشقاق، وذكرنا أنه المشرع العراقي أعطى هذه المسألة مزية خاصة، لذلك نظمها وأفرد لها مادة خاصة عن باقي حالات التفريق الأخر. وقلنا أنه الشقاق والخلاف ما ممكن أن يكون أي خلاف واقع بين الطرفين أقدر أعتبره هذا سبب دافع للتفريق. إيش قلنا عليه؟ لابد أن يكون الخلاف بحيث محتدم مما يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية. زين، اتطرقنا إلى مسألة أخرى، ألا وهي مسألة رد دعوى التفريق وإقامة دعوى ثانية بمجرد اكتساب حكم الرد، حكم رد الدعوة الأولى الدرجة القطعية، لا تذكرها، مو صحيح؟ زين، وقلنا أنه القاضي بالدعوة الثانية راح تكون أسهل، على اعتبار ما ألقى عبء الإثبات على المدعي. ليش؟ على اعتبار تكرار، شو يعتبر تكرار إقامة الدعوة على نفس الخلاف مانعا من استمرار الحياة الزوجية، مو صحيح؟ وهذا انتقاد على المشرع العراقي على اعتبار أنطى الحق بمجرد اكتساب حكم الرد الدعوة الأولى درجة القطعية ودرجة البتات. إيش قلنا؟ لابد أن ينطي فرصة أو سقف زمني محدد أطول لكي يترك ويفسح المجال للطرفين، لعل وعسى أن يرجع الانسجام والتوادد بين الطرفين للحفاظ على الكيان الأسري. بعد، محاضرتنا اليوم تتمثل بالحالات اللي يحق معها للزوجة فقط أن تطلب التفريق، وهذه الحالات نظمناها المشرع العراقي بالمادة 43 من قانون الأحوال الشخصية. زين، احنا متفقين أنه بمسألة النفقة الزوجية ما تستطيع الزوجة أن تطالب زوجها بالإنفاق ما دامت الزوجة مساكنة لبيت الزوجية، مو صحيح؟ ما دام الزوج مساكن لمن؟ لبيت الزوجية. زين، بالمقابل اكو بعض الحالات اذا ما كان الزوج غائبا، تذكرون قلنا انه باستطاعة الزوجة ان تطلب الانفاق من قبل من؟ من قبل شخص ثاني، مو صحيح؟ من هذا الشخص؟ استرسلنا وقلنا هذا التسلسل ضروري يجب مراعاته في سبيل
تنظيم طريقة استدانة الزوجة من قبل شخص آخر. أول طريقة إذا كان للزوج الغائب أموال ظاهرة، سواء كانت عقارات أراضي، تقدر تستطيع أن تستفيد من أما إيجار هذا العقار أو ريع تلك الأراضي الزراعية. هاي النقطة أولى. نقطة ثانية، إذا ما كان للزوج أموال ظاهرة لكن الزوجة ميسورة الحال، يعني بالإمكان إنه الزوجة تقدر تصرف من نفسها على نفسها، يعني إذا كانت الزوجة ثرية بإمكانها أن تصرف من أموالها لحين قدوم الزوج، وبالتالي شنو الطالبة بالمبلغ اللي صرفته خلال فترة غيابه، على اعتبار هو دين قلنا في ذمة الزوج، ما ممكن التنصل منه، مو صحيح؟ بعدها قلنا تلجأ ممكن لمن؟ لولي الأمر، على اعتباره هو من يقع على عاتقه التزام الإنفاق على بنته قبل الزواج. صار واضح؟ بعدها المرحلة الأخيرة تستدين من شخص أجنبي. صار واضح؟ ومن ثم هذا الشخص الأجنبي يرجع على الزوج بمبلغ الاستدانة اللي أخذته الزوجة. صار واضح؟ بالمقابل بحالات التفريق أيضا ما تقدر الزوجة أن تطلب طلب التفريق متى ما كان للزوج هنالك أموال ظاهرة تستطيع الإنفاق منها على نفسها. لكن إذا لم تكن هنالك أموال ظاهرة للزوج بحيث ما تقدر الزوجة تستطيع الإنفاق من تلك الأموال، وامتنع الزوج بالمقابل امتنع عن الإنفاق على زوجته، بهاي الحالة انطاها القانون الحق بطلب التفريق، لكن ايش وقت؟ مو مباشرة، بعد امهال الزوج فترة 60 يوم. هذا 60 يوم، بعد مرور هاي 60 يوم راح تثبت الزوجة للمحكمة انه بالاضبار التنفيذية ما نفذ الحكم القضائي الصادر بوجوب الانفاق على الزوجة، وبالتالي متى ما ثبت للمحكمة ذلك شو تسوي المحكمة؟ تحكم بالتفريق. لكن على العكس، لو أثناء هذه فترة 60 يوم إجا الزوج وأنفق على زوجته خلال تلك الفترة، جيد، هنا ما ممكن المحكمة أن تفرق ما بين الزوجين. أكو حالة ثانية تناولناها المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية، اللي هي حالة طلب التفريق بسبب فقدان الزوج أو غيبته أو اختفائه لفترة أكثر من سنة. بالمناسبة أكو في التحديد قانوني للفقدان، أنتوا قرأتوا محاضرتكم أنه لابد أن يسجل الفقدان بشكل رسمي، مو قلنا هيك؟ زين، التسجيل الرسمي شنو المقصود بنه؟ يعني يروح للمحكمة حتى تصدر له يسموها حجة مفقودية، هذه الحجة تثبت أنه هذا الشخص بالفعل مفقود. أكفت سقف زمني محدد لهذا الفقدان حتى نعتبره غائب ومفقود وبحكم الميت. بالظروف الاعتيادية إذا غاب الشخص لفترة 4 سنوات يعتبر بحكم الميت أو المتوفي. بظروف الحرب شقد؟ سنتين. ليش؟ على اعتبار هذه الظروف يغلب معها الهلاك والموت. صار واضح؟ فمتى ما استحصلت حجة المفقودية وثبت فقدان الزوج سواء كان بظروف حرب أو ظروف اعتيادية، تستطيع الزوجة أن تطلب التفريق بناء على هذا الفقدان. صار واضح؟ قبل هذا الشيء عندنا المحكمة واجب عليها أن تثبت أو تلقي عبء الإثبات على من؟ على الزوجة، لكي تثبت أنه زوجها بالفعل لم يترك لها مصادر إنفاق لكي تنفق على نفسها، ما ترك لها أي مصاريف، مو صحيح؟ وتحلفها يسموه يمين الاستظهار، طبعا بقانون الإثبات إن شاء الله راح تأخذوها. سامعين باليمين الحاسمة؟ اليمين الحاسمة بيها تحسم الدعوة، لمن توجه اليمين الحاسمة؟ توجه للمدعى عليه. عندنا مبدأ قانوني، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
اليمين الحاسمة توجه للمدعى عليه، لكن يمين الاستظهار لا، هنا من جانب، تكون من جانب المدعي نفسه، يعني استظهار المعلومة، يعني يحكي شيء في سبيل إثباته يحلف على هذا الكلام اللي قاله. صار واضح؟ زين. بالمقابل أكو حالات ثانية يحق معها للزوجة فقط أنه تطلب التفريق، اللي هي حالة الحرمان من المعاشرة الزوجية. الحرمان من المعاشرة الزوجية، طبعا احنا قلنا أنه عقد الزواج الغاية والحكمة منه إنشاء رابطة لزيادة النسل ولزيادة الترابط الأسري، مو صحيح؟ هذه المضامين وهذه المصادر وين تتمثل لي؟ بإمكانية المعاشرة الزوجية، على اعتبار أن المعاشرة الزوجية حق لكلا أطراف عقد الزواج، مو حق خاص فقط للزوج، لا، حق للزوج والزوجة، ما ممكن يستطيع أي شخص يمنع هذا الحق عن الآخر. لكن أكو بعض الأحيان يصير حرمان، هذا الحرمان بسبب من؟ بسبب بعد الزوج. هذا البعد أما يكون بعد حقيقي أو بعد حكمي، الحكمي عادة ما يكون بسبب وجود مانع، الحقيقي بحالات، الحالة الأولى إذا كان الشخص معاقب بعقوبة الحبس مدة 3 سنوات فأكثر، الحالة الأخرى اللي هي تتمثل بهجر الزوج لزوجته فترة أكثر من 2 سنين، بعد في حالة عدم طلب يد زوجته للزفاف بعد انعقاد العقد خلال فترة 2 سنين، كل هذه حالات يسموها حالات بعد حقيقي. حالات البعد الحكمي تتمثل قلنا بوجود مانع، بوجوده يمتنع الزوج من معاشرة زوجته، معاشرة اعتيادية، معاشرة الأزواج الطبيعيين، ألا وهو شنو؟ الحالة الأولى إذا كان مصاب بمرض يمنع من معاشرة زوجته معاشرة اعتيادية، والحالة الأخرى شنو هي؟ إيه تفضل. ها يعني مصاب بمرض قد يكون هذا المرض معدي، ما ممكن معاشرة الزوجة دون أن ينتقل لها. صارت واضحة إن شاء الله؟ زين. إذا نريد نفصل العقوبة اللي تبعد الزوج عن زوجته، اللي هي أما تكون 3 سنوات أو أكثر من 3 سنوات أو أقل من 3 سنوات. إذا كانت أكثر من 3 سنوات انطى القانون الحق للزوجة بطلب التفريق، سواء كان للزوج أموال ظاهرة أو لم يكن له أموال ظاهرة. بمجرد اكتساب الحكم، حكم العقوبة، الدرجة القطعية ودرجة البتات، انطى الحق للزوجة أن تطلب التفريق، وهذا عيب على المشرع العراقي لابد من تداركه، على اعتبار أنه لابد أن يتريث حتى ينطي الحق للزوجة بالتفريق. ليش؟ قد يكون هنالك عفو يصدر بحق هذا الزوج وبالتالي يفرج عنه ويعود إلى زوجته قبل لا تنتهي إلى 3 سنوات، وبهذه الحالة أسقطوا حقه بالرجوع إلى الزوجة. صار واضح؟ الحالة الثانية إذا كانت العقوبة أقل من 3 سنوات، بهذه الحالة ما تقدر تستطيع أن الزوجة تطلب التفريق متى ما كان للزوج أموال ظاهرة، لكن إذا ما عنده أموال ظاهرة تستطيع أن تطلب التفريق. الحالة الثالثة اللي هي إذا كانت العقوبة لا ما تتجاوز 1 سنة، ما ممكن تطلب التفريق. هنا شو اعتبر المشرع العراقي تفسيرنا إلها؟ أنه هذا واجب أو التزام أدبي يقع على عاتق الزوجة في سبيل انتظار زوجها خلال هاي الفترة الوجيزة. صار واضح؟ زين. يعني 3 سنوات أو أكثر. الحالة الثانية العفو ممكن نعتبرها أقل من 3 سنوات. أقل من 3 سنوات. جيد. زين. المسألة الأخرى اللي تناولتها المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية اللي هي مسألة شنو؟
مسألة التفريق بسبب الهجر. احنا اتفقنا انه الهجر الفترة الزمنية المحددة الى سنتين، والمقصود بالهجر شنو؟ هو امتناع الزوج عن معاشرة زوجته، معاشرة الازواج بقصد الاضرار بها ومن دون عذر مشروع. صار واضح؟ زين. اكو اتجاه المحكمة التمييز يقول انطى العذر للزوج متى ما كان موظف وتم نقله الى مكان اخر بسبب وظيفته. يعني اكو هجر من قبل الزوج لزوجته ارادي، يعني يوم شخص بارادته يهجر زوجته، لكن اكو في بعض الاحيان حالات اخرى دون ارادته ممكن الشخص يهجر زوجته، مثل هاي الحاله بسبب الوظيفه ينقل الى مكان اخر. يعني بهاي الحاله ما يجوز للمحكمه ان تفرق بين الطرفين اذا كان هذا السبب موجود، سبب الهجر متعلق بوظيفه الزوج على اعتباره خارج ارادته. بالمقابل اي تفضل. هذا بيتعارض مع الشريعه الايه القرانيه تتابع عباره عن وهجروا المباشر. احيانا يصير تجاوزات الشرع يعني يامر انه جزء من العقود الاصلاحيه هو الهجر. زين، انت تدري انه بالشريعه الاسلاميه التفريق القضائي مجاز؟ العصمه بيد من احنا قلنا بيد الزوج او الزوجه ان وكلت به حسب المذهب الامامي، مو صحيح؟ لكن التفريق القضائي هذا كله مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه، لكن التوجه القانوني سار على هذا النحو. صارت واضحه؟ طبعا طبعا، من ضمنها الهجر، من ضمنها الهجر الحكم الشرعي. اكو احنا مادتنا هسه اللي موضوعنا اللي ذكرناه المقصود بالهجر مو هذا الهجر اللي تفضلت به، الهجر اللي قلنا بقصد الاضرار بالزوجه وبدون عذر مشروع هجروهن في المضاجع لغايه معينه، مو صحيح؟ اكو لغايه او حكمه معينه اراد الله سبحانه وتعالى، مو صحيح؟ تختلف عن الغايه والحكمه من موضوعنا. جيد، خروجها عن العصمه وعدم الطاعه الى اخره. زين، بالمقابل اتجاه محكمة التمييز يقول انه اذا كان الزوج مستمر ومواظب على مصاريف الانفاق على زوجته، يعني ملتزم بالانفاق على زوجته خلال فترة الهجر، بهاي الحالة اسألكم سؤال طلاب، هذا الحال هل يسلب او يفقد الزوجة حقها بطلب التفريق؟ يعني إذا كان الزوج مستمر بالإنفاق على زوجته هل يسلب الزوجة طلب التفريق؟ حتى وإن كان ملتزم بالتفريق، يعني مجرد الهجر المقصود به هجر الفراش سبب لها إضرار. صار واضح؟ زين. بالمقابل المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية نظمت لي شيء ثاني يتعلق بالتفريق، اللي هو إذا كان الزوج مقيم خارج العراق لفترة أكثر من 3 سنوات ومجنس بجنسية دولة أخرى وامتنع بسبب تبعيته لتلك الدولة من الحضور أو منع من الحضور للعراق، وبالمقابل الزوجة امتنعت أو رفضت اللحاق به إلى خارج الدولة، بهاي الحالة تقدر أن تطلب الزوجة التفريق على أساس هذا السبب. صار واضح؟ زين. بالمناسبة قانون الجنسية العراقي يبيح التعدد؟ تعدد الجنسيات؟ زين، شنو الفرق بين التعدد والازدواج؟ التعدد إذا كان للشخص يمتلك أكثر من جنسيتين، يعني 3 جنسيات وأكثر، هذا التعدد. الازدواج بس 2. قانون العراقي رقم 26 سنة 2006 قانون الجنسية العراقي أباح ازدواج الجنسية. صارت واضحة إن شاء الله؟ زين. البعد الحكمي للزوج عن زوجته، احنا قلنا اكو عارض اكو مانع يمنع الزوج من معاشرة زوجته، وبالتالي يعتبر هذا العارض والمانع بعدا حكميا للزوج عن من؟ عن زوجته. هذا البعد الحكمي عادة ما يكون لأسباب مرضية،
لعلل معينة حددها القانون بتحقق تلك العلل تستطيع الزوجة أن تطالب بالتفريق. يعني إذا كان الزوج مصاب بالعنة، إذا كان مصاب بمرض نفسي، إذا كان مصاب بأحد العلل اللي هي الجذام، البرص، الزهري، الجنون إلى آخره. طبعا هذا الذكر لهذه الأمراض كان المشرع العراقي بجانب من المرونة، هذا كان ذكر على سبيل المثال لا الحصر. ليش؟ توقعا من المشرع أن تستحدث وتكتشف أمراض جديدة بالمستقبل بحسب التطور الحاصل بالبلدان. صار واضح؟ زين. لابد بالبداية أن تطلب الزوجة التفريق بناء على أساس وجود هذا المرض، هذه أول نقطة لابد من مراعاتها. بعد طلبها شو يصير عندي؟ لابد أن نميز بين هذا المرض راجع لأسباب جسدية عضوية لو أسباب نفسية. إذا كان راجع لسبب جسدي وعضوي وثبت بتقارير طبية صادرة من جهات مختصة عدم إمكانية الشفاء، هنا القاضي مباشرة سيحكم بالتفريق. أما إذا كان أسباب هذا المرض راجعة إلى أسباب نفسية متعلقة بالزوج، هنا ستتاح الفرصة للزوجين وإمهالهم خلال فترة معينة، عادة ما تكون سنة، ويشترط على الزوجة من تمكين نفسها للزوج في سبيل إمكانية شفاء هذا الزوج من مرضه. صارت واضحة إن شاء الله؟ بعض العلل اللي طرقتها المشرع العراقي وبها تتاح للزوجة فرصة طلب التفريق القضائي، من ضمن هذه العلل مرض الجذام. طبعا مرض الجذام هو أحد الأمراض الجلدية اللي يتسبب بأورام حبيبية بالجلد، ومن ثم ينتقل إلى الجهاز التنفسي والجهاز العصبي، المصطلح العلمي إلى هانسون. وهذا المرض يتسبب في دمار خلايا الجسم، ومن ثم يؤدي إلى شلل وضعف عام بالجسم. أول إصابة كانت مكتشفة وين؟ بسويسرا. البرص، مرض البرص تعرفوا شنو؟ نفس يعني المتداول عندنا بمصطلح البهاق، هذا يسموه المصاب بعدو الشمس بعذر التلون على اعتبار أنه الشمس راح تسبب له أضرار هذا الشخص. وعادة ما شنو السبب اللي منع المشرع العراقي الارتباط بمثل هكذا شخص أو أجازة للزوجة بطلب التفريق إذا كان الزوج مصاب بمثل هذا المرض؟ إذا كان مصاب بهذا المرض مرتبط بزوجة سليمة من عنده، سليمة من هذا المرض، راح يكون عندي نسبة الإنجاب جدا ضئيلة. على هذا الأساس أنطى الحق للزوجة في طلب التفريق. صار واضح؟ الزهري يعتبر أحد الأمراض التناسلية، والجنون معروف بالنسبة حضراتكم. مو قلت لك إحنا هذا النص على اعتباره بي نوع من المرونة حتى تدخل كل الأمراض اللي ممكن أن تكتشف وتستحدث بالمستقبل. زين. أكو بعض الشروط الواجب أيضاً. مطبق وغير مطبق. وكان الزواج لمصلحته بالرضا هاي الزواج يصير. هسه راح ناخذها بالشروط. هسه راح ناخذها بالشروط يتبين مغزى كلامك. أكو بعض الشروط الواجب توافرها بالنسبة للأمراض اللي تناولناها قبل قليل. متى ما تحققت هذه الشروط اللي واجب مراعاتها حتى ينبني التفريق على هذا الأساس؟ من يقول لي شنو هاي الشروط؟ ها أي تفضل. أن تتقدم الزوجة وطلب إلى القضاء بالتفريق، هذه أول نقطة لابد أن تتقدم، يعني تعلن بإقامة دعوة أمام القضاء. ألا تكون مصابة بعلة مشابهة. جيد. ألا تكون الزوجة مصابة بنفس المرض والعلة المصاب به الزوج. صار واضح؟ بعد غيرك. اي تفضل. لا تكون العله قابله للشفاء ويكون ذلك طبيا، يعني الا تكون العله المصاب بها الزوج قابله للزوال ومن المؤمل شفائها.
صار واضح؟ على اعتبار اكو بعض الامراض ممكن معالجتها بطرق علاجيه، وبالتالي لا يصح ان يكون سببا دافعا للتفريق. صار واضح؟ اي تفضل. جيد، هذا اللي نقصد به. المعرفه المسبقه والدرايه بالعله والمرض راح يسقط حق الزوجه بطلب التفريق، على اعتبار انه رضاها كان مسبق وهي على علم ودرايه بالحاله المرضيه للزوج، وبالتالي ما انطاها القانون الحق بطلب التفريق. زين، النقطه الاخرى تتمثل بمساله الحرمان من الانجاب. احنا ذكرنا انه عقد الزواج الغايه من عنده والحكمه انشاء رابطه مشتركه بين الطرفين من اجل زياده النسل، واحد مضامينه واحد الغايات اللي على اساسها انعقد هذا الزواج، مو صحيح؟ زين، المشرع العراقي راعى وجود الغريزه الداخليه للزوجه اللي هي غريزه الامومه، وانطاها الحق بان تطلب التفريق متى ما كان الزوج عقيم او مبتلي بمرض ما ممكن شفائه. يعني اذا كان اكو بعض الامراض اللي يعني الطب الحديث جاي يتوصل الى علاجات الها، وبالتالي ما تستطيع الزوجه ان تطلب التفريق بناء على هذا الاساس، على اعتبار اكو بعض الامراض اللي من المؤمل ومن الممكن زوالها وشفائها. صار واضح؟ زين، بالمقابل لو كانت الزوجه عقيمه يحق للزوجه ان يطلب التفريق؟ ليش؟ على اعتبار اكفت شق ثاني، مسار اخر وحل ثاني لهذه المشكله اللي هو الزواج. شريعتنا الاسلاميه وقانوننا اتيح للزوج من خلاله الزواج باكثر من زوجه، وحددت لنا 4 زوجات. صار واضح؟ زين، اذا كان موجود للزوجه طفل واحد سواء كان بنت او ولد، ما يحق لها على اعتبار هذا الطفل كافي لاشباع غريزه الامومه عند الزوجه. اكو سؤال؟ بس الطفل لازم على قيد الحياه. اي طبعا على قيد الحياه. اذا ما جيد. جيد، اذا كان الطفل متوفي او ما اتيحت له الاستمرار بالحياه والعيش، بهاي الحاله تستطيع الزوجه ان تطلب التفريق. زين، النقطه الاخرى اللي هو عدم طلب يد الزوجه للزفاف خلال مده سنتين بعد انعقاد العقد. يعني اذا كانت الزوجه متربصه ومتهيئه لاطاعه الزوج، ما ممكن ان نبقيها معلقه كل هذه الفتره. انطاها المشرع العراقي الحق بان تطلب التفريق خلال مده سنتين، لكن بالمقابل ايش راح تخسر؟ تخسر المهر المعجل، وتخسر كافه التكاليف والمصاريف اللي تكبدها الزوج من اجل الاعداد لمساله الزفاف والزواج. صار واضح؟ زين، نجي لموضوع اخر يتمثل بوسائل اثبات التفريق القضائي، او حالات التفريق القضائي، واسباب اثبات التفريق العفو اسباب التفريق القضائي، طرق ووسائل اثباته. طبعا الاثبات المقصود باقامه الدليل بالطرق والوسائل المحدده قانونا. قانون الاثبات حدد لي بعض الوسائل والطرق اللي ممكن من خلالها نثبت دعوانا، مو صحيح؟ من أهم هذه الوسائل الإقرار، الدليل الكتابي، الشهادة واليمين، وحجية الأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرائن القانونية. كل هذه وسائل من خلالها ممكن تسير عليها الدعوة في سبيل إثبات. اكو بعض الحالات استثناها المشرع العراقي لقانون الاحوال الشخصيه، متى ما تحققت ما ممكن اثباتها بهذه الوسائل اللي ذكرناها.
من يقول شنو هاي الحالات؟ يعني نقدر نعتبرها استثناءات. غيرك ها؟ اي تفضلي. جيد. ادمان الزوج على المخدرات والمسكرات عادة ما يتطلب من عندي الى اثباتات خاصة. ايش قلنا عليها؟ تثبت بتقارير طبية صادرة من لجان رسمية مختصة. صار واضح؟ يعني اي سبب، اي مرض اخر غير الادمان على المسكرات والمخدرات يعني مبتلى بها الزوج يمنع من ممارسة اداء واجباته تجاه زوجته، ما ممكن اثباته الا بوسيلة اثبات اللي هي شنو؟ صدور تقرير طبي من جهات ولجان رسمية مختصة. صار واضح؟ اكو سؤال؟ زين. هسه نجي نبين نوع الطلاق الواقع بالتفريق القضائي. يعني كل هاي الاسباب، اسباب التفريق اللي اخذناها، لابد من بيان نوع الطلاق الواقع بالتفريق. المشرع العراقي اعتبر الطلاق الواقع بطريقة التفريق القضائي طلاقا بائنا بينونة صغرى، وهذا طبعا انتقاد وجه للمشرع العراقي على اعتبار انه اعتباره لهذا الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى يفرغ مبادئ تلك المواد والأحكام اللي أخذناها من محتواها ومن مغزاها. شلون؟ يعني انطى الحق للزوج بمراجعة زوجته بموافقتها وعقد ومهر جديدين. زين، كل هاي الإثباتات اللي طرقنا لها وكل هاي المسائل اللي كانت ملقاة على عاتق أغلبها على عاتق الزوجة في سبيل الخلاص من هذا الزوج، وبالتالي ينطي القانون الحق للزوج بحق إرجاع زوجته. بل على أبعد من ذلك، أكو اتجاه المحكمة التمييز يعتبر أنه الطلاق أو التفريق الواقع نتيجة امتناع الزوج الإنفاق على زوجته يعتبروه تفريق رجعي، طلاق رجعي العفو. يعني يقدر الزوج يرجع زوجته أثناء فترة العدة لكن بدون لا رضاها ولا موافقتها، ولا يحتاج لا عقد ولا مهر جديد. صار واضح؟ وأكو مسألة لابد من بيانها، أكو فرق عندي بين عدة المطلقة وبين عدة الأرملة اللي متوفي عنها زوجها، ما بيناها. بمسألة الزوج المفقود إيش تعتد عند الزوجة؟ أربعة أشهر وعشرة أيام عدة وفاة، على اعتباره اعتبروه بحكم الميت. صار واضح؟ أكو سؤال طلاب؟ إلى هذا الحد نختم محاضرتنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا.